الذي نطمح من خلاله لتكوين بيئة طلابية فاعلة واعية بالحقوق والواجبات، تستشعر المسؤولية الوطنية، وتساهم في خدمة قضايا الوطن والمجتمع. إننا في المجلس الطلابي الوطني الذي يتخذ من جميع المدارس والجامعات والمعاهد بيئته المؤسسة وانطلاقته الرئيسية، نسعى إلى حشد طاقات الطلبة والشباب لخلق كيان طلابي جمعي يؤثر إيجاباً ولا يتأثر سلباً بعراقيل وقيود المرحلة وتبعاتها وسلبيات الماضي ومخلفاته. لقد قدم الطلاب تضحيات جسيمة خلال هذه المرحلة الطويلة من المعاناة والنضال، استشهد وجرح فيها مئات الطلاب ويتم أضعافهم، بينما تدمرت عشرات المؤسسات التعليمية بسبب الحرب والقصف على تعز، والتي تسببت بنزوح الكثير من الطلاب وحرمانهم من التعليم. أرقام مهولة للانتهاكة التي يتعرض له الطلاب نتطرق إليها تفصيلاً في مؤتمر صحفي للجنة الحقوقية في المجلس يقام خلال الأسبوع الحالي. الزملاء الطلاب الحاضرون جميعاً، إن شريحة الطلاب تمثل المستقبل المشرق والغد الأكثر تحرراً من قيود الحاضر ومآسي الماضي، ويمثلها أكثر من 856 ألف طالب وطالبة في التعليم العام، وقرابة 45 ألف في التعليم العالي، إضافة إلى ما يزيد عن 1500 طالب وطالبة في التعليم الفني. وإيماناً منا بقدراتهم الفارقة على كافة المستويات، ارتأينا نحن مجموعة من طلاب المراحل والمستويات المختلفة في التعليم العالي والمتوسط والتعليم العام والفني، ارتأينا أن نخوض خطوات مفصلية. طلاب في مختلف المستويات التعليمية والوطن يمر بهذه بمرحلة مفصلية من تاريخه، نستشعر حجم المعاناة الضاربة في أوساط مجتمعنا اليمني، وحجم التأخر الذي راكمته أزمات الوطن عن قطار العالم الذي لا يعترف بالعاجزين. معاهدين أنفسنا أولاً ومجتمعنا على السير قدماً بخطوات ثابتة نحو الدفع بعجلة التنمية والبناء لأسس الوطن القادر على الإنجاز والتنفس بحرية. إن المجلس الطلابي الوطني يسعى لتمثيل كافة طلاب المراحل والمستويات في المدينة والريف في جمعيته العمومية التي ستمثل بكل مدرسة ومعهد ومعاهد وكليات والجامعات الخاصة منها والحكومية. كما نسعى من خلال مجلسنا إلى تنمية قدرات ومهارات الطلبة بحيث يصبح قادرا على الإنتاج والمشاركة في قضايا المجتمع، واعيا بجميع حقوقه وواجباته، ملما بكل الأحداث في محيطه الطلابي ومجتمعه. ونسعى أيضا في المجلس أن يكون الطالب رائدا في صوته، حاضرا في كل المحافل، مؤكدين لكم أن المجلس سيكون الشجرة الكبيرة التي يستظل بها كل الطلاب، والتي يغدق بثمارها المجتمع بشكل عام من خلال أنشطة وفعاليات مختلفة. يا مجلس الطلاب يا فخر الوطن، يا نهضة الأجيال، يا عز اليمن، يا مركز التغيير، يا رائد التطوير، إن لم تكن غيثا لأرضنا فهماً، إن لم تكن غيثا لأرضنا فهماً. تسعى
يا صاحبي ما تستطيع لكي تزيح الكروب تحمي البلاد من شتات او محن يا مجلس الطلاب يا فخر الوطن تحمي البلاد من شتات او محن يا مجلس الطلاب يا فخر الوطن مجلس الطلاب يا فخر الوطن يا نهضة الأجيال يا عز اليمن يا مجلس الطلاب يا فخر الوطن يا نهضة الأجيال يا عز اليمن يا مجلس التغيير يا رائد التطوير إن لم تكن غيثا لأرضنا فهما. يشرفني اليوم أن أقف أمام كوكبة من أبنائنا طلاب وطالبات جامعة تعز وطلاب المعاهد والمدارس في المحافظة الشامخة بصمودها ضد العدوان والحصار الغاشم الذي يطوق المدينة منذ أكثر من عام. حاولوا قتل المدينة ولم يستطيعوا، حاولوا اقتحامها ولم يستطيعوا، حاولوا إذلال وإهانة مدينة الثورة والصمود والتعليم والعلماء فلم يستطيعوا، مارسوا الحصار والتجويع والقتل البطيء لتحطيم عزيمة أحرار مدينة تعز لكي يرفعوا راية الاستسلام. فواجهوهم بالمقاومة والصبر والمصابرة وخلقوا كل وسيلة وطريقة لبقاء المدينة تنبض بالإرادة والحياة. أحيي الجمع الكريم من الطلاب الذين يتواجدون اليوم لتأسيس هذا الكيان الطلابي الجديد باسم المجلس الطلابي الوطني الذي يضم الطلاب في جميع مراحل التعليم. لا يخفى على أحد أهمية التكتلات الطلابية الوطنية في المدارس والمعاهد والجامعات ودورها الطليعي في التفاعل مع القضايا الوطنية المختلفة، وكذلك دورها الفاعل في نيل حقوق الطلاب ومطالبهم المشروعة في الحصول على تعليم حديث وعصري يتمثل في الكتاب والمعلم والمنشآت. اليوم واليمن تمر بظروف قاسية ومنعطف خطير بسبب الحرب والعدوان من قبل الميليشيات التي تهاجم المدن اليمنية ومنها مدينة تعز. كان لطلاب محافظة تعز دورهم الرائد في التصدي لهذا العدوان الهمجي ضد المدنيين، فوضع الكثير من طلاب الجامعات القلم والكتاب جانبا إلى حين وحملوا السلاح للدفاع عن مدينتهم تعز، فتشكل ما سمي بلواء الطلاب الذي ترددت أخباره وأصداؤه في كل مكان داخل اليمن دفاعاً عن مدينتهم تعز. لقد اختار هؤلاء الطلاب تقديم التضحيات الجسيمة بعدما رأوه من ممارسات وأعمال قتل يومية ضد المدنيين الآمنين. Thank you.